بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شباب، حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم عن إزاي نمثله الفول أدر باستخدام الهاف أدر. طيب خلونا نراجع كده آخر حاجات احنا كنا وصلنا لها في الهاف اضر. لما كان عندي اتنين فاريبل، اتنين انبوت، انبوت A وانبوت B، وكان عندي اتنين اوتبوت، اوتبوت سبميشن والاوتبوت الثاني كان عباره عن الكاري. كنت بقول ان معادله السبميشن يا جماعه كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن ان الانبوت تبقى اكس اور مع بعض، ايه اكس اور مع البي، دي معادله السبميشن. جميل. كنت بقول معادله الكاري كانت عباره عن ايه؟ عن الاثنين انبوت دولت اندد مع بعض. جميل. وده سميناه الاتش اي اور الهاف اضر. على نفس المسيره رحنا اتكلمنا عن الفول اضر وقلنا ان ده بتحط فيه ثلاثة انبوت. تمام. ادي اول انبوت A، الانبوت الثاني كان عبارة عن B، الانبوت الثالث انا سميته C انور كاري ان، ده الباقي بتاع العملية اللي فاتت، وبيطلع لي اثنين اوتبوت السبمشن والكاري. تمام. ده الاف اي او الفول اضر. جميل. كنت بقول ان معادله السبمشن بتاعته ده عباره عن ايه؟ برضو عن الانبوتس كلهم اكس اور مع بعض. وكنت بقول ان معادله الكاري بتاعته ده كانت عباره عن ايه؟ كان عندي A B زائد B C I or C N يا جماعه، زائد ال A مع ال C I or ال C N اللي انا كنت بقول عليها برضه بتساوي اللي احنا استنتجناه من شويه في الحلقه اللي فاتت لما قلنا A B ده عباره عن C I or C N، مالها بقى فيها ال A اكس اور مع البي، ده اللي احنا استنتجناه يا جماعه الحلقه اللي فاتت لما قلنا ان احنا مش هنعرف نجيب البتاعه ديت غير لما ناخد الاثنين فاريبل كروسات مع بعض وناخدهم باكس اور وبعدين ناخد الاي والبي لوحدهم. تمام. اوكي جميل. في حلقه اليوم احنا بقى عايزين نرسموا الدايره بتاعت الفول ادر بس باستخدام الهاف ادر. تمام. جميل. علشان نستخدمه او علشان نرسمه القصه ديت، هو بيقول لك الراجل احنا محتاجين اثنين هاف ادر. طيب جميل، خلونا نرسم اول هاف ادر كده، دات في الاي وفي اسف المفروض دولت انبوتات، فيه الاي وفي البي. طبعا انا عارف ان دات اول هاف اضر، ده هسميه اتش اي 1 اول هاف اضر معايا. وطبعا انا عارف ان الهاف اضر بيدخل له اثنين انبوت وبيطلع منه اثنين اوتبوت، دات عباره عن الاس 1 ها، ودات عباره عن السي 1 او الكاري اوت 1. اوكي جميل. معادله السبمشن، معادله الاس 1 ده عباره عن ايه؟ السبمشن يا جماعه في الهاف اضر كان عباره عن الانبوتس اكس اور مع بعض، اللي هي ايه؟ اكس اور مع البي. جميل. طيب لو احنا رجعنا ورا كده كنا بنقول انا عايز اوصل لمعادله الفول اضر، كنت بقول ان الاي اكس اور مع البي لكن اكس اور مع السي ان. طيب جميل، انا في البتاعه ديت انا ما عنديش هنا سي ان، فاروح اعمل ايه؟ دايركت على طول اروح حاطط متغير ثالث، وده هيكون عباره عن مين؟ ده عباره عن السي ان. اوكي. واحط بعدين الهاف اضر الثاني دات اتش A 2. جميل. ده انا هدخل فيه الاثنين انبوت دول. جميل. انا محتاج اكس اور مع ال A وال B عشان يطلع لي السبمشن الثاني، ده المفروض نتيجته تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ال A اكس اور مع ال B اكس اور مع ال C. طب جميل. اوكي انا معايا ال A وال B دول داخلين، مش باجي لي بس غير اني احط الفاريبل الثاني ده، فده يا جماعه ده السي ان اهو. اوكي يبقى معادله السبمشن 2 ده عباره عن ايه؟ زي ما بنقول ده عباره عن هاف اضر، معادلته الانبوتس اكس اور مع بعض. طيب الانبوت اللي داخله هنا ايه؟ ايه اكس اور مع البي، الثاني السي، يبقى معادله السبمشن ده عباره عن ايه؟ اكس اور مع البي اكس اور مع السي اور. جميل. يبقى انا كده طلعت مين باول معادله كانت موجوده معايا من المره اللي فاتت اللي هي بتاعت الاي اكس اور مع البي اكس اور مع مين؟ اكس اور مع السي. جميل. اوكي باجي بس اني اطلع بالمعادله الثانيه اللي هي اي بي زائد بي سي زائد اي سي، او الاي بي اللي هي مجموعه على البي سي مع مين؟ مع الاي بي اكس اور مع البي سي. طيب جميل، في نقطه انا ممكن يكون
الناس ما خدتش بالها منها، ان الكاري ده او السي 2 ده الناتج بتاعه عباره عن ايه؟ كنت بقول من شويه الكاري 2 الناتج بتاعه عباره عن ايه يا جماعه؟ اللي هو كان عباره عن الاي بي، الناتج بتاع ده الكاري 2 ده عباره عن ايه؟ عن الانبوت الاثنين دولت مضروبين في بعض، يعني ده عباره عن اف بي. جميل، اوكي. طب الكاري بتاع ده الانبوت الاثنين مضروبين في بعض، فين الانبوت بتاعي هنا دلوقتي؟ ده عباره عن ايه؟ اكس اور مع البي، الكلام ده مضروب مع مين؟ مضروب مع السي اي. جميل، فكده السي ان او السي اي ده مضروب مع الاكس اور مع البي. اوكي، انا ايه اللي ناقصني من المعادله اللي فاتت يا جماعه؟ اللي ناقصني في المعادله اللي فاتت، انا عندي ايه؟ انا عندي السي اي مضروب مع الاكس اور مع البي، ناقصني بس الاي والبي ادخلهم على بوابه جمع، على بوابه اور. فنشوف بقى في المعادله الجديده اللي معايا، انا معايا الاثنين دول، ناقصني بس الاي والبي، والاي والبي دولت اوريدي جاهزين مع بعض، فكل اللي عليا ان انا اعمله اني اخد الاثنين دولت واوصلهم في بوابه اور بره مع صاحبنا ده، تمام، علشان يطلع لي الناتج بتاع دولت عباره عن سي اي ناتج من ده، هيكون عباره عن ايه؟ المخرج اللي هنا اللي هو عباره عن السي اي مع الاي اكس اور مع البي مضروبين مع بعض، وبعدين هعمل عليهم زائد عشان يبقوا بتقور واخد الاي والبي، وبكده انا اكون وصلت او طلعت مين؟ طلعت المعادله بتاعت مين؟ طلعت المعادله بتاعت الفول ادر من اثنين هاف ادر مع بعض. طيب جميل، خلونا او ديت ارضيه كويسه علشان نحاول نثبته بيها الكلام ده، يعني ايه اللي انت عايز تقوله بالظبط؟ طيب سيب، خلونا نجيب كده صفحه جديده ونقول بصوا يا جماعه، انا كان عندي ايه؟ بي زائد كنت بقول بي او مش بي يا ربي، اللي هي كانت اللي اخذتها عامل مشترك بره اللي هي كانت عباره عن السي اي ديت كانت مع مين؟ مع ايه؟ اكس اور مع البي. جميل، احنا هنحاول نوصلها للشكل العام اللي هو بتاع مين؟ الاي بي زائد الاي سي زائد البي سي. جميل، اوكي، خلونا نفكها كده ونقول ادي اي بي زائد السي اي او السين زي ما هي، هقول اي بي داش. جميل، زائد اي داش بي. اوكي جميل، بعدين خلونا نوزعوا القصة، ها A B زائد A B داش C N زائد A داش B C N. جميل، أو سي أي. ممتاز، خلونا ناخد مين مع بعض عامل مشترك يا جماعة؟ هناخد الـ F أول متغيرين. أوكي، ناخد الـ A، يتبقى معايا من هنا B زائد الـ B داش C I. اوكي، زائد الطرف الثالث زي ما هو A داش B C I أو C N. تمام، اوكي، فاكرين كان عندي قانون كان بيقول ان X زائد X داش Y، الكلام ده كان بيساوي ايه؟ الكلام ده كان بيساوي، لو كنا بنقول ديستريبيوتيف يا جماعه، لو كنا بنقول وزع، كنا بنقول ده X زائد X كومبلمنت مضروب في X زائد Y، وكنا نقول ان X زائد X كومبلمنت ده كانت عباره عن واحد كان يدينا X زائد Y، معناها ان انت بتحاول تلغي تماما الطرف اللي في النص ده بيديك X زائد Y. فنفس الفكره بالظبط، انا عندي ادي متغيرين، ادي البي والكومبلمنت بتاعه مضروب في متغير تاني، فهنروح نعمله ايه؟ اهو انا عندي ادي كم، ادي نفس المتغير الاكس بس هو الكومبلمنت بتاعه مع متغير تاني واي، يعني ادي البي هو هو بس الكومبلمنت بتاعه مع السي ان، كنت بعمل نجلكتنج للعنصر ده واطيره خالص، كاني هوزع يعني، تمام، يعني انا لو وزعت اخد البي مره مع البي كومبلمنت مع البي واخد البي مع السي، فيتبقى معايا المعادله ديت ايه؟ في بي زائد السي اي زائد الاي كومبلمنت بي سي اي. جميل، اوكي، نبتدي نعمل ايه يا جماعه؟ هندخله ال A جوه، يتبقى معايا A B زائد A C I زائد A كومبلمنت B C I. جميل، نفس الفكرة يا جماعة، هنا في C I وهنا في C I و C N، هاخد ال A B بره وهاخد ال C I عامل مشترك، يبقى معايا A زائد A كومبلمنت B. ها يا جماعة، نرجع لقانون التوزيع مرة تانية اللي احنا لسه كنا مبروزينه من فوق اهو، أو نفس الفكرة، لو أنا كنت هوزع المقدار ده هاخد ال A كومبلمنت مع ال A هيديني واحد، ويتبقى معايا ال A زائد ال B، يتبقى معايا المعادلة ديت A B زائد C I مضروبة في A زائد ال B، اللي هي كانت عبارة عن A B زائد ال A C I زائد ال B C I. يعني كده بروز المعادلة ديت، احنا وصلنا المعادلة اللي فوق خالص اللي كانت عبارة عن A B مجموعة عليها C I مضروبة في اللي هي في ال A X OR مع ال B، وصلنا انها توصل ل A B زائد A C زائد B C I، نفس المعادلة اللي احنا كنا بنستنتجوها
بالكلام اللي فات يا جماعة، ومن المعادلة اللي فاتت خالص لما قلنا ان الاثنين دولت بيساوي بعض، ها الـ AB زائد الـ BC زائد الـ AC، الكلام ده بيساوي الـ AB زائد الـ CI، الاثنين دولت XOR مع الاثنين دول XOR مع بعض. ده الاستنتاج بتاع للقانون، وبكده احنا عرفنا ازاي نطلع الفول ادر من الهاف ادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.